تيار الفرات. هو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم التميمي الدارمي، كان من سادات تميم، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد تميم، هو والأقرع بن حابس وغيرهما. فقال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أمر الأقرع. وقال عمر رضي الله عنه: أمر القعقاع. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أردت إلا خلافي. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة وقصة جديدة ولقب جديد مع صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفة اليوم مع رجل لقب بتيار الفرات. تيار الفرات يمثل تياراً يجري سخاء وعطاء، إنفاقاً ورحمة، يتفقد الفقراء والمحتاجين والأرامل واليتامى ويغدق عليهم بعطاياه لكأنه نهر يجري، رضي الله عنه وأرضاه. القعقاع بن معبد وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مع وفد تميم، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر بهم وأكرم وفادتهم وأجازهم كما يجيز الوفود. التقى القعقاع بن معبد مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وتعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان فيه جانب من الرقة والرفق واللين، وهذا ما دعاه أن يجد هذا الجانب في القعقاع بن معبد فيرشحه للإمارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وفده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى في الأقرع بن حابس القوة والمتانة والصلابة وسداد الرأي وقوة الشخصية التي جعلت سيدنا عمر يقترح أيضاً الأقرع بن حابس أميراً على بني تميم. جلسا معاً أبو بكر وعمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد رسول الله أن يؤمر على بني تميم أحدهم. قال أبو بكر: يا رسول الله، أمر القعقاع. قال عمر: يا رسول الله، بل أمر الأقرع. فقال له أبو بكر: يا عمر، ما أردت إلا خلافي. قال له عمر: ما أردت خلافك. فتلاحيا حتى علت أصواتهما أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله ينظر. نزل الوحي الأمين بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقترح إذا النبي صلى الله عليه وسلم هم بأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أمرا فلعل أبا بكر وعمر صرفاه عن ذلك، وفعلا لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما. أخذ سيدنا عمر ذلك الدرس، وكان إذا تكلم بين يدي رسول الله يخفض صوته حتى يستفسر منه النبي صلى الله عليه وسلم ويسترجع منه القول: ماذا قلت يا عمر؟ أعد مقالتك يا عمر، ارفع صوتك يا عمر، كي يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. تيار الفرات واضح أنه اتصف بثلاثة صفات رئيسية ومحورية. الصفة الأولى من صفات القادة وهي الحلم. الحلم هو دليل العقل، حتى أطلق على العقل اسم الحلم. هناك سيد من سادات تميم أيضاً هو الأحنف بن قيس. هذا الرجل كان قصير القامة، ناتئ الوجنتين، غائر العينين، صغير الرأس، شديد السمرة. يأتي الغريب من خارج قومه فيرى سيد هؤلاء القوم على غير صفة السادة، فيسأل: بما سادكم الأحنف؟ يجيبون: بسلطانه على لسانه. لا يطيش كما يطيش غيره من الرجال، متماسك، لا يتكلم إلا بما يريد، ولا يتصرف إلا كما يريد. فالحلم هو دليل العقل، ولعل من أبرع من برع في الحلم سيدنا معاوية بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألفت فيه المؤلفات. الصفة الثانية في تيار الفرات وهي سبب لقبه سخاؤه، والسخاء صفة من صفات الأنبياء. كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقي جبريل وهو يدارسه القرآن. السخاء يقرب الناس من بعضها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. السخاء يغطي عيب الإنسان
يغطى عيب الإنسان بكرمه، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. الصفة الأولى في تيار الفرات أنه كان حليماً، الصفة الثانية أنه كان سخياً، الصفة الثالثة التي لاحظها سيدنا أبو بكر أنه كان رفيقاً لين الجانب. وهذه أيضاً صفة الأنبياء وصفة القادة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. وأنزل الله ممتناً على نبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه كلماتي في سيدنا تيار الفرات القعقاع ابن معبد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألقاكم في حلقة قادمة، ألقاكم إن شاء الله في موعد جديد، فكونوا في الموعد. السلام عليكم ورحمة الله. الأحباب كان سيرة العدنان زان، منه أخبار تعافي حين يروي.